كابتن محمد، النادي الاهلي النهارده مباراه قدام المريخ فاز بيها، مليون مبروك للنادي الاهلي، 3 نقاط في منتهى الاهميه، بس فوز صعب على ملعبك بعد خساره من صن داونز على ملعبك، وتعادل قدام الهلال من غير جماهيره في السودان منافس سهل. فالامور في دور المجموعات بالنسبه للاهلي عليها علامات استفهام. ممكن حضرتك بقى تجاوب على علامات الاستفهام؟ يعني هي علامتين. العلامه الاولانيه لعيبه النادي الاهلي النهارده جابت جونين الشوط الاول، وفي اول ربع ساعه او تلت ساعه او 25 دقيقه، فحسوا ان هم هيمشوا الماتش على مزاجهم، او على حسوا ان الدنيا سهله. صحيح. زي ماتشات الدوري المصري لما كسبوا المقاصه 4 وبعدين كسبوا فرق 4، فقال لك احنا هنكسب. لا، دوري افريقيا، فرق افريقيا كابتن بقت حاجه تانية. فرقه المريخ النهارده عجبتني بطريقه، بتلعب كوره من تحت يا كابتن، شغل مدرب باين عليهم، لانه ما عندهمش واحد فلته غير اللشوه اللي جاب الجون الثاني. صحيح. بس انما الشغل اللي بيعملوه، وبرغم ان هم 2-2 وكانوا فاتحين الملعب برضه ما كانوش بيدافعوا. صحيح. الاهلي لما حس ان الدنيا خطوره شويه وكده قرش ثاني، راح جايب الجون الثالث، وكان ممكن يجيب الرابع، يعني كان ممكن يعمل لو هو بيلعب بنفس البدايه للنهايه. دي علامه استفهام ان هو اللعيبه ريحت شويه. العلامه الثانيه او علامه استفهام الثانيه ان الوقت اللي كان المفروض حمدي فتحي ينزل فيه والنتيجه 2-1 3 في الستاره اللي بيعملها، ويطلع واحد من بيرستاو او احمد عبد القادر. انا النهارده بيرستاو قعدت اعدله، مفيش ميس باص عنده. احنا كنا متفقين ان هو لعيب كويس بس مش سوبر. بس لعيب كويس قوي. مش متفقين على دي. انت انا اللي بقول كده، انت بتقول لي سوبر برضه. انا على كلامي طبعا، لعيب كويس جدا بس مش سوبر. عظيم. مش ده فلافيو. صحيح. مش ده اجاييه في عز مجده. ولكن لعيب كويس، وكان ماشي كويس النهارده قوي، يعني الباص بتاعه والحاجات دي. نفس الكلام عبد القادر. شريف جايب جونين. هتسيبه. الحاجه بقى الاهم من كل ده، وباصين لبيراميدز يوم الثلاث وبعد كده صن داونز. يعني هو خلاص عايز الثلاثه بونت باريح حاجه. وبعد عشان عنده الثلاث بيراميدز في الدوري ماتش بطوله، وجمهورنا مش مستحمل. تقلق ليه وانت عندك مجموعه كبيره من اللاعبين؟ انا افهم الفرق اللي تبقى تعبانه او قلقانه او مرهقه اللي ما عندوش دك، ده يبقى بيعتمد على كذا لعيب، بس تقلق ليه؟ هو من الواضح ان هو معتمد على 12 13 واحد بس. هو من الواضح انه مش معتمد على حسام حسن. من الواضح ان هو في ناس كتيره مش في حساباته، بدليل ان واحد زي ناصر ماهر ده لما يرحل من النادي الاهلي، وانا ما عنديش غير مجدي قفشه طبعا، مجدي فايق، وفرحان انا كمان ان شريف رجع، يمكن الدوماني فرود، وعارف الفرويد لما ثقته بترجع. الحاجة الأخيرة عشان الكابتن الدوماني يخش في الحوار معانا، حسام حسن يا كابتن ده فرويد كبير قوي. حلو. وخسارة لمصر إن ده ما يلعبش كتير. فإن حسام حسن ده لازم ياخد 4 5 ماتشات ورا بعض عشان يجيب حسام حسن بتاع سموحة اللي قبل ما يسافر. صح. إنما دقيقة في الدقيقتين أنت بتحطم واحد معنويا محتاجينه المنتخب مصر مش النادي الأهلي بس. فأنا بقول لحسام لو مش هتلعب السنة دي والسنة الجاية هيفضل الحال كده، لا يا ابني روح نادي العب فيه. روح أي حتة إن شاء الله إعارة، عشان إحنا محتاجين لعيب كبير يا كابتن. في عوامل كتيرة. مش عايز أقيس مستوى الدوري على مستوى دوري أفريقيا، هرجع لك فيها.